وان شاء الله غادي نعرفوا كيفاش ننتقلوا من هذا المستوى ديال التصوير لهذا المستوى. غتعرفوا على ثلاث اخطاء اللي كيديرهم اغلب المصورين اللي كيصوروا في المنتجات الاشهاريه. وبطبيعه الحال غنعرفوا كيفاش نتجنبوا هذه الاخطاء وطلع تصويره بروفيسيونيل. اول حاجه خاصنا ننتبهوا ليها هي الاضاءه، حيث اغلب الناس ما كيهتموش الاضاءه اهميه وكيصور بنفس الاضاءه اللي كاينه في الدار، وهذا الشيء هو اللي كيخلي الصوره تبان ماشي واقعيه. ودابا الاضاءه ديال البيت صراحه ما عجبتنيش، واول حاجه نديرها نطفي الضوء ونجيب السوفت بوكس ونقربوا للمنتج. دابا جات الوقت نقدو زاويه التصوير، وهذا هو الخطا الثاني اللي كيدير اغلب المبتدئين، حيت ما كينتبهوش لزاويه التصوير وما يمكنش هذا المنتج ناخذوا ليه صوره من الفوق، حيت يبان صغير وما غاديش يبان بصوره احترافيه. اذا غنصورها من القدام باش يبان جميع التفاصيل، ونتابع ما يكونش عندي ميلان الصورة. وملي قدينا الإضاءة وزاوية التصوير جا الوقت دابا نعرفو أين الجهة اللي غيبغي يشوفها المشاهد، وهذا هو الخطأ الثالث اللي كيديروه أغلبية المبتدئين، حيت بعض المرات كتهتم بالإضاءة وألوان الصورة وكتنسى الغرض الأساسي من هذيك الصورة، حيت اللي غيشوف الصورة ديال غيكون مهتم بالعطاء، داكشي علاش يقدر يشريها واللي يفهم أشنو غتبين ليه داك المنتج ديالو. وكل منتج كيفاش نصوره، حيت ممكن المنتج يكون فيه اكثر من تفاصيل حتى نفس المنتج بطريقه مختلفه باش يبان من كل زوايا ديالو، ويمكن لي نصور المنتج اكثر من صوره وكل صوره توضح لي التفاصيل ديال ذاك المنتج. وهذا هو الموضوع ديال اليوم، ونشوفكم في الفيديو الجاي. Peace.